حمدان من اكثر الحراس تصديا في الموسم الماضي، كرة بتعود الى كايو. كايو يا عيني يا كايو، يا سلام يا كايو. كايو لوكاس غاب، لكن عندما عاد عاد بهدف جميل، عاد بهدف جميل كايو لوكاس، وفرحة العائلة والملك الشرجاوي يضرب بقوة من طول الغيبات. عاد بهذه الأهداف، عاد بهذه الأهداف، يا لها من عودة، يا لها من عودة يا كايو لوكاس. أطلقها صاروخيا صعبة على حارس المرمى في زاوية مستحيلة، في زاوية مستحيلة كايو لوكاس، والملك الشرجاوي لمصر عند نادي الشارجة. منقول عرضية عالية خطيرة بالرأس، والمتابعة فيها هدف ثاني، فيها هدف ثاني يسجل اللاعب الوان بيريرا. الوان بيريرا اللي مع نادي الشارجة في هذا الموسم يقدم موسم استثنائي، موسم استثنائي، كرم قبل بداية المباراة، وهذا الأمر يعطي دافع الآن في هذه المواجهة. تابع الكرة، تابعها في الشباك، الكرة تبحث عنه، الأهداف تبحث عنه. اللاعب الوان بيريرا يسجل بأسيست قد يكون من لاعب كوستاس مانولاس، والكرة راحت في شباك نادي خورفكان لتصبح النتيجة الآن 2-0. الملك يتقدم بهدفين، الملك يبدأ شوط المباراة الثاني بهكذا بداية كما بدأ شوط المباراة الأول، يبدأ شوط المباراة الثاني بالبداية القوية. كوستاس مانولاس اللي لعب الكرة ارتقى لها عاليا ثم تابعها بعد ذلك اللاعب الوان بيريرا. الوان زينهو، الوان زينهو زميل عند الوان، تمرير الى الوان عند الحسن، شوف السرعة، حسن الى الوان، الوان نقلة الى بيانيتش، والثالث الامير فعلها، سجلها البوسني. هجمة عكسية تدرس، هجمة عكسية مرتدة سريعة تدرس، تسعد هذا المدرج، تسعد هذا المدرج. نعم الامير البوسني يسجل الان الهدف الثالث لنادي الشارجة، ثلاثية شرجاوية، والشارجة يتقدم مرة اخرى عن طريق بوفاطمة. ميراريم بيانيت يسجل ثالث اهداف نادي الشارجة، هجمة عكسية مرتدة سريعة وصلت للوان بيريرا. الوان بيريرا اللي يساهم بهدف اخر، يساهم بفرحة اخرى، يصنع الان ويسجل نادي الشارجة. الوان بيريرا اللي في 46 مباراة سجل 5 اهداف، في هذا الموسم يسجل 4 ويصنع الان الهدف الثالث في هذا اللقاء. لكن الامير البوسني اللاعب بيانيتش، اسمع اسمع صوت الجمهور، فرحة كبيرة بهدف اللاعب ميراريم بيانيتش اللي يسجل الان ثاني اهدافه في دوري ادنوك المحترفين. هجمة عكسية مرتدة تدرس بالنسبة لأبناء المدرب كوزمين أولاريو، سرعة في التحرك والتمركز والانتقال من الخلف إلى الأمام.